تجاه ما شهده لبنان في الأونة الأخيرة من انتفاضة شعبية، وفي ظل الحديث عن مستقبلها، رأى راعي أباشية عكر وتوابعها للرومي الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور أن الانتفاضة يجب أن لا تنتهي، إنما يجب أن تستمر بعد هذه الفترة الصعبة، ولكن بكل لياقة وترتيب، وأن تدافع عن مطالب الشعب وحقوقه دون إلحاق الضرر بمصالح الناس. ما نخرب الدنيا أكثر ما هي خربانة، ما نعطل مصالح الناس أكثر ما مصالح الناس معطلة. ما نجي مثل ما بيقول بستان الرهبان، بدل ما ننشل الأخ اللي غرقان بالوحل نزيده غرقا حتى نغرق رأسه وأنفاسه. كما أوضح المطران منصور أن ابن عكار المسيحي والمسلم قدم كل جوارحه وكيانه للوطن، متسائلا إذا كان الشمال هو الجناح الشمالي للوطن، كيف يطيب للطير أن يحلق وأجنحته ضعيفة؟ الوطن يطلب من يدافع عنه. بتشوف ابن عكار، بتشوفي ابن عكار هو مسيحي ومسلم، أول من بيروح على المؤسسات الأمنية والدفاعية والجيش عن البلد. ما يتمناه الإنسان في المنطقة، عندنا بحر سهل وجبل ومي على الجبل وسهل على الجبل وتلج واللي بدك، هو مد عينك والنظر كله جمال. نحن ما لنا محرومين، ولكن نحن نطالب بحقوقنا من الدولة. الجناح إذا ما اعتبرتنا الدولة، نحن الجناح الشمالي للبلد. الطير ما بيطير ولا بيعلي إذا جناحاته ضعاف، إذا جناحاته ضعاف. الإعلام لازم يعطي الصورة الحقيقية عن ابن عكار، مش إذا الواحد غلط بتصير الإساءة أو السوء أو يعم، لا أبداً. أما في الشق التربوي والتعليم عن بعد الذي فرضه وباء كورونا، رأى المطران منصور أن في التعليم عن بعد إيجابية، وهو إنتاج لبناني ينم عن ثقافة البلد ومنارته التربوية. بلبنان نشكر الله، وبسوريا وبكل المنطقة العربية عقول منتجة، قد الظروف محددة محجمة هالإبداعات والإنتاجات إلى آخره. فهذا التعليم على السوشيال ميديا هيدا أنا برأيي صحيح عمليته شعوب قبل لبنان، بس هذا هو اختراع لبناني. هيدا الحاجة أم الاختراع، هي بتخلي الإنسان يستكشف شو فيه يخدم. ونحن الحمد لله، أنا ببركة مني وبطلب مطالبة مباشرة مني أنه أن يبقى التواصل مع الطلاب والطلبة، حيث معاشات الأساتذة لحد هلق على قدر الاستطاعة، ما عم نقصر فيها. الموجود بدون انتباه لأي مصلحة أخرى، هو المال الموجود بياخدوه اللي عم بيشتغلوا بالمدارس والمؤسسات وبالمدرسة هون المهنية، كمان القسم الخاص فيها عم نعطيهم للأساتذة ساعاتهم، حتى لو عم بيعلموها على الأونلاين من بيوتهم. ساعة الأونلاين مثل الساعة بالصف. هذا وقد توجه إلى الأخوة المسلمين بالتهاني مع اقتراب شهر رمضان، متمنيا أن يحمل لهم هذا الشهر الكريم كل خير وصحة وعافية.